مرحبا شباب، اليوم سنتكلم عن تحديث iOS 16.1. طبعا هذا التحديث واصل الآن بيتا 3. سنتكلم عن بعض المميزات الجديدة في هذه النسخة التي لم نذكرها في الفيديو الأول، وسنتكلم عن الكفاءة والبطارية وتاريخ نزول هذا التحديث رسميا للجميع، وأيضا سنتكلم عن إمكانية نزول تحديث iOS 16.0.3. ودعونا نبدأ ببعض المميزات المخفية داخل هذه النسخة التي لم نذكرها سابقا، وأولها خاصة لو نذهب على الإعدادات ثم نذهب على Accessibility، نذهب على Touch، ننزل الأسفل ثم نذهب على هذه الخاصية الخاصة بالضرب ضربتين أو ثلاث ضربات على الآيفون من أجل تفعيل بعض الأوامر. تم إضافة خاصية جديدة في أي واحدة منها، وهي هنا لو ننزل قليلا للأسفل سنجد Apple Watch Mirroring. هذه الخاصية لو نقوم بتفعيلها الآن، لو قمنا بالضغط ثلاث مرات في ظهر الآيفون كما تشاهدون سوف تنبثق هذه الخاصية. وإذا عندك ساعة أبل متصلة مع الآيفون يمكنك التحكم فيها مباشرة من الآيفون. هذه الخاصية طبعا تم إضافتها في iOS 16، لكن الآن تم إضافتها أيضا داخل خاصية الضرب مرتين أو ثلاث مرات من أجل تفعيلها. أيضا تم إضافة خاصية جديدة بالنسبة للآيفونات 14، أنا لم تعمل معي في الأول لكن بعد بضعة أيام أخيرا اشتغلت معي، وهي صوت جديد أثناء إعادة تشغيل الجهاز. هذه الخاصية غير موجودة في جميع الآيفونات، فقط في الآيفونات 14 يمكن تفعيلها بالذهاب على الإعدادات ثم Accessibility ثم ننزل الأسفل، نذهب على Audio and Visual، سوف نجد الخاصية من هنا كما تشاهدون Power On and Off Sound. لو نقوم بتفعيلها الآن يمكنكم أن تسمعوا سأعيد تشغيل جهازي، لما أقوم بتوقيفه لا يصدر أي صوت، فقط Vibration أو اهتزاز، لكن عند تشغيله يمكنكم أن تسمعوا هذا الصوت، وهو الصوت الجديد عند تشغيل الآيفون 14. أيضا لمن عنده أجهزة AirPods Pro فقد تم تفعيل خاصية جديدة ظننا أنها موجودة فقط في AirPods Pro 2 التي نزلت جديدة في المؤتمر مع الآيفون 14، لكن يبدو أنه تم إضافتها للAirPods Pro الجيل الأول أيضا. لو نقوم بتوصيل AirPods مع الآيفون نذهب إلى الإعدادات، ندخل إلى هذا القسم الجديد الذي تم إضافته في iOS 16 الخاص بالأيربودز. كما تشاهدون ننزل قليلا أسفل سوف نجد هذه الخاصية الجديدة Adaptive Transparency، وهي خاصية تكلمت عليها أبل في المؤتمر، حيث أنه لما تقوم بتفعيلها والأيربودز برو في أذنيك إذا هنالك صوت مرتفع جدا حولك الأيربودز سوف تتعرف عليه وسوف تقوم بنقصان الصوت المرتفع فقط وتبقي الأصوات الأخرى بجانبك طبيعية تسمعها عادي. وفي إعلان أبل رأيتم الأشغال، ومن خلال هذه الخاصية تم تخفيض الصوت حتى لا يزعجك، وفي نفس الوقت يمكنك أن تسمع كل ما حولك. لكن هذه الخاصية حاليا إذا عندك AirPods Pro وحتى لو عندك iOS 16.1 بيتا 3 فلن تجدها سوى لو قمت بتحديث AirPods Pro إلى تحديث بيتا آخر غير التحديثات الرسمية. وبالنسبة لطريقة تحديث AirPods إلى تحديثات تجريبية بيتا فهي صعبة بعض الشيء، تحتاج إلى كمبيوتر ماك ضروري جدا، وتحتاج إلى برنامج Xcode، ويجب عليك تفعيل خاصية المطور في آيفونك. سأترك لكم صورة تظهر الآن عندما قمت بتفعيلها في آيفوني، ومن خلالها تقوم بإعطاء صلاحية للأيربودز برو أن تتوصل بالتحديثات التجريبية، لكن لا أنصحكم بها لأنه مستحيل الرجوع إلى تحديث سابق. لذلك إن شاء الله لما سينزل iOS 16.1 رسميا أيضا سوف ينزل تحديث الأيربودز والتي ستكون فيه هذه الخاصية بطريقة رسمية. أيضا عندنا خاصية جديدة داخل الإعدادات، لو نذهب على الأب ستور كما تشاهدون سوف نجد هذا القسم الجديد In App Content، خاصية جديدة، وتقول أبل هنا في الشرح إذا قمت بتفعيلها سوف تقوم بتحميل المحتوى الخاص بالتطبيقات الأخرى في الخلفية، وذلك سيمكنك عندما تقوم بالرجوع إلى أي تطبيق أو فتح تطبيق سوف تجده على أنه مفتوح ولن تنتظر أن يتم تحميل البيانات الخاصة به، الشيء الذي يأخذ بعض الوقت من أجل فتحه. صراحة نحتاج بعض الوقت لتجربة هذه الخاصية من أجل أن نفهمها أكثر ونفهم العمل الذي تقوم به بالضبط، لأن التطبيقات تبقى مفتوحة أصلا في الخلفية، لكن مع مرور الوقت سنفهمها أكثر. أيضا بالنسبة للإخوة الذين يستخدمون الأبل باي أو تطبيق الوالت يستخدمون الدفع عبر خدمة أبل باي، الآن لو قمت بشراء أي شيء من خلال الأبل باي على الإنترنت تم إضافة هذه الأيقونة الجديدة كما تشاهدون من هنا في الأعلى، لو تضغط عليها سوف تجد الطلبيات التي اشتريتها من خلال الدفع عبر أبل باي، وسوف يتم تتبعها مباشرة داخل هذا القسم، لن تحتاج للذهاب من أجل نسخ رقم التتبع
ثم وضعه في احد التطبيقات، سيتم ذلك بطريقة تلقائية، سيتم نقل الطلب داخل تطبيق الوالت. وايضا ابل قامت بعمل شراكة مع تطبيق شوب وتستخدم خدمته من اجل تتبع الشحنات داخل المحفظة او تطبيق وولت، خدمة جميلة جدا. ايضا بالنسبة للاخوة الذين عندهم ايفونات 14 برو او برو ماكس وعندهم خاصية الالويز اون ديسبلاي، فقد قامت ابل بالتعديل عليها بعض الشيء، وتم نقصان سطوع الشاشة اكثر مما كان عليه في السابق على اي او اس 16، لان العديد اشتكى من ان هذه الخاصية تستهلك بطارية اكثر من اللازم، لذلك تم تعديل على هذه الخاصية. ايضا هذا الاسبوع قامت ابل بقفل تحديث اي او اس 16.0، يعني التحديث الاول الرسمي اي او اس 16 تم قفله ولا يمكن الرجوع اليه ابدا، وبهذا فلا يوجد اي تحديث سابق يمكن الرجوع اليه غير تحديث 16.0.2 الرسمي الموجود عند الجميع. وهذا الشيء هو الذي جعلنا نفكر ان ابل ممكن تنزل اي او اس 16.0.3 قبل ما تنزل اي او اس 16.1، لانه عاده ابل تشرك على الاقل تحديث واحد مفتوح في حال ما حصل اي شيء في التحديث الجديد يمكن الرجوع الى التحديث السابق. وسنتكلم بعد قليل عن متى نتوقع نزول هذا التحديث. لكن بخصوص تحديث اي او اس 16.1 بيتا 3، الى حدود الساعه التحديث لا باس به، فيه بعض المشاكل من هنا وهناك، هنالك تعليق في بعض الاحيان، بعض المشاكل التي واجهتني شخصيا والعديد ممن على هذه النسخه. في بعض الاحيان تكون مشغل الموسيقى او يوتيوب ولما تخرج تبقى شغالة لبعض الوقت ثم تتوقف. ايضا مكتبة الصور اذا اردت ارسال صورة عبر الايربلاي فهي تتجمد في بعض الاحيان وعليك الخروج من التطبيق والرجوع اليه. المهم مشاكل بسيطة يمكن تجاوزها، لكن هذا التحديث لازال يحتاج إصلاح مشاكل مهمة قبل ما ينزل العامة. ومن ناحية البطارية نشكر جميع الإخوة الذين شاركوا معنا استخدام بطاريتهم على هذا التحديث، ومن خلال الاطلاع على جميع المشاركات الخاصة بالإخوة مشكورين بهذه المناسبة على مشاركتهم معنا هذه المعلومات حتى نتمكن من إعطائكم معلومات حقيقية عن التحديث قبل نزوله. ومن خلال دراسة كل هذه الاستخدامات والاستخدامات الخاصة بي شخصيا، فحالة البطارية تختلف من جهاز إلى آخر. أنا شخصيا البطارية عندي على هذا التحديث ممتازة جدا على الايفون 14 برو ماكس، كما شاهدوا لو اذهب على البطارية ثم ادخل على الاستخدام اليومي في اخر 10 ايام، كما شاهدوا على سبيل المثال هنا قمت بشحن الجهاز تقريبا 70% واعطاني 10 ساعات من الاستخدام المتواصل في الشاشة مشتغلة و19 دقيقة لما يكون الجهاز مقفول، يعني لما يكون 100% يعطيني على الاقل هنا 14 الى 16 ساعة من الاستخدام المتواصل بدون مشاكل. البطارية تختلف من جهاز الى اخر، عامة البطارية جيدة وتتحسن من نسخة إلى أخرى على iOS 16.1. أوكي، الآن دعونا نتكلم عن بعض التواريخ القادمة وما نتوقعه من أبل في الأسابيع القليلة القادمة. هذا الأسبوع أولا، هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، الأسبوع الذي نتواجد فيه الآن، نتوقع أبل أن تنزل iOS 16.1 النسخة التجريبية الرابعة بيتا 4، سواء يوم الاثنين او الثلاثاء، يعني غدا او بعد غد نتوقع نزول هذه النسخة. وفي الاسبوع الموالي نتوقع نزول نسخة RC او بيتا 5. لا نعرف ما الذي ستقوم به ابل في هذه الحالة، لكن بالنسبة لiOS 16.1 الرسمي فنتوقع نزوله في الاسبوع الثالث من شهر 10 او الاسبوع الرابع على ابعد تقدير، وسينزل معه ايضا تحديث الايباد 16.1 رسميا للجميع. والى ذلك الحين نتوقع ابل ممكن تنزل اي او اس 16.0.3 يا اما هذا الاسبوع او الاسبوع القادم، او ستنتظر حتى تنزل 16.1 الرسمي، الله اعلم، لكن هذا ما نتوقعه. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وفضلا من قبل ما تغادر لا تنسى اللايك لدعم المجهود والاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد في عالم الـ iOS أول بأول. نلتقي غدا في فيديو جديد. سلام.